haben wir den Kurschitz, wo man sich gerade los muss vor allem. Also wenn man sich das هو يعني كروشيا جميل قوي من قدام العمليه والاوحش بتستقبل العيال بعد ست اشهر ولا سنه في الفولو اب وتلاقي ما عملش حاجه. Let's start first هنتكلم على اهميه الانتيو كروشيا. ما نقدرش ندرس حاجه من غير ما نعرف الامبورتانس ليه هو مهم جوه الركبه عشان ليه فانكشنز. اهم فانكشنز it prevents anterior translation of the tibia on the femur. يمنع خروج التيبيا من الفيما بتطلع قدام تتخلع قدام هو ده المين فانكشنز اوف الانتيريور كروش بلاير. بقيه الخمسه فانكشنز احفظوهم اعرفوهم لكن سكندري سنس للفالجاس للفارس للبوستيريور ديسلانسليشن للبروبيوسيبشن للسكرو هوم ميكانيزم. اهم حاجه بريفنت الانتيريور ترانسليشن 80% من الفانكشن. نكست عمنا مولرز سنة 84 كتب كتاب زنيه ومن ساعتها هذا الكتاب لم تتغير فيه معلومة واحدة على مدار ال 25 سنة بتاعتهم. ودي حاجة غريبة قوي في الطب إن الكتاب اتكتب وما يتغيرش فيه معلومة. احنا كل أربع سنين في طبعات جديدة وفي تغيير في المعلومات لدرجة إن بتوع المناظير الأوروبية بيوزعوا السي دي الكتاب بتاعه كل مؤتمر لأنه يقول لك الكتاب الذي عاش قرون وسنوات. عمنا مولر أول من وصف الفانكشن او الكايماتكس وطيخة محطوطه في الفنجال قهوه تلفها عاوز تلفها جوه الفنجال وتمشيها لازم تقع بره الطبق مش كده ولا ايه؟ هو ده الموقف. الفيمر اربع مرات لور اند فيمر اربع مرات ذا سايز اوف ارتيكولا سيرفس ذا تيبيا اربع مرات قد الارتيكولا سيرفس تيبيا. ازاي تعمل فليكشن وما تخرجش الفيمر بره التيبيا؟ هو ده الكلام بتاع الرولينج والجلايدنج ان العظمه لازم تلف وتتزحزح تلف وتتزحزح رولينج اند جلايدنج. بتلف في الاول مرتين وتتزحزح مره يبقى اللفه مرتين وزحزحها مره لغايه الاند اوف ذا فليكشن تبقى النسبه 4 ل 1 ده يخلي الفيمر اول ذا تايم ارتكليت مزاتيك. لو النسبه دي اختلت الفيمر تتخلع او تيبيا تتخلع ويبقى ديسوشيتد ريليشن بين الاثنين. نكست العلاقة بين الانتيريور كروشيت والبوستيريور كروشيت عاملة زي الفور بار لينكج اللعبة أو الشماعة بتاعت الحمام اللي ليها يدين وأربع أضلاع تعملهم كده تعملهم كده تعملهم كده all the time in relation مع بعض. وكمان مش كده بس في النية لما تمسك آلة المفصل وتحطه كده وتحرك البتاع دي تروح راسم البوستيريور سيرفيس أو ذا فيمورال كوندايل على الورقة بتاعتك ودي الفور بار لينكج اللي وصفها عمنا مولر. نكست. طيب لما يتقطع الانتيريور كروش بيحصل ايه؟ يحصل ان الفيمر عاوزه تنط بره التيبيا بره يقابلها ستراكشر اسمه البوستيريور هورن ميديال منسكس يتقطع من كتر نطه الفيمر بره ولذلك الاسوشيشن بين الانتيريور كروش والبوستيريور هورن ميديال منسكس عالي. دايما كروش مع بوستيريور تقريبا مش دايما تقريبا مع بوستيريور هورن كروش بوستيريور هورن ميديال منسكس كتير لان الستريسز والميكانكس تبقى زياده قوي على البوستيريور هورن. طب اللاترال منسكس اللاترال منسكس a little bit mobile والسيرفيس كومبلكس السيرفيس بتاع اللاترال فيما كونتاير كونفكس فبيسمح في الديسبليسمنت بتاع اللاترال منسكس فالانجن بتاعتها مع التورن انتيريور كروشيت از a little bit less. لو جينا بالارقام في الكرونيك اي سي ال 30% من الاي سي ال عندهم 60% من الاي سي ال انجن عندهم شهور ميديا منسكس حوالي 10% عندهم لاترال فورم شهور لاترال منسكس. الاناتومي عشان هو كتير هو الاس سي ال ده فانكشنال يونت عامل زي الهارت كده فانكشنال يونت مليان خلايا وبتاع. فبعض الاخوه يعني الناس اللي عملوا ستاديز قال لك انه بنقسمه الانتروميديا لبوسترو لاترال في ناس بيقولوا في انترميديت فايبرز وفي ناس دلوقتي في اليابان بيقول لك 3 تانل ريكونستراكشن الكلام كتير لكن هو يونت هو مجموعه من الفايبرز تمشي في اتجاهات مختلفه عشان تؤدي وظيفه واحده في الاخر انها تبقى ايزومتريك مع الفليكشن اكستنشن ما تتغيرش اللينس بتاعت الانتيريور كروش. مع الفليكشن اكستنشن يفضل الليجامنت طوله ثابت ففي بعض الفايبرز ترانسفيرس بعض الفايبرز هوريزونتال بعض الفايبرز فيرتيكال كل ده في الاخر بيصب ان هم يؤدوا وظيفه واحده ان الليجامنت لا يطول ولا يقصر مع الفليكشن اكستنشن لانه لو طول او قصر يحصل له فيلير يحصل رابشن. نكست. عمنا فريدي فوف 2009 وصف الاناتومي اوف ذا ميديال سيرفيس اوف ذا لاترال فيمورال كوندايل. ميديال سيرفيس اوف ذا لاترال فيمورال كوندايل.
قال ان في حاجه اسمها انتر كومبايلر ريتش لاترال انتر كومبايلر ريتش بيمشي من الباك للانتيريور بيقسم السيرفيس الى ابر فري اريا ولور اريا انسيرتد فيها الفايروس اتليسيال. وقال لك ان احيانا بنجد ان في فيرتيكال ريتش عامل 90 درجه مع الانتر كومبايلر ريتش سمين باي فوركيت ريتش يعمل 90 درجه يقسم بقى عشان هنا الانسيرشن بتاع الانترميديال والبوسترو لاترال باندل. ده وصف بتاع منها في اللي فوق. الكلام ده كونستانت كل عيانين؟ نو. الكلام ده في 40% 20% بعض الاستاذ 10% من العيانين تلاقيه واضح قوي، وفي اغلب الناس ما بتشوفش الكلام ده وما بتشوفش الرسومات دي، لكن انت بتبقى عارف الاناتومي بتاعك عشان الانسيرشن بتاع الاي سي. نكست. البيت مش شغال. بص عليك بقى بعد الفاير. انا كنت عاوز اقول لك ان انت كنت بايك بوكيت ريتش، ولكن يعني درجه التو ترانسفير انت ميديال بوستوال بيعملوا هوريزونتال سيلكشن، بيعملوا هوريزونتال لاين في الاكستنشن بيبقوا فيرتيكال لاين عشان نمثل المومنت بتاعت الانت ميديال بوستوال. نكست. ده الاناتومي الكابابيريك سيكشن بتاع الانتروميديا في الاكستنشن بيبقوا بارلل لبعض، فليكشن بتاع الركبه بيبقوا هوريزونتال عشان بيعمل التانلز، وهو بيشتغل بشكل فليكشن بوزيشن ما يحطش التانلز فوق بعض، حطهم ترانسفيرس انتيرو وبوستيرو عشان لما الركبه تتفرد يبقوا فيرتيكال. نيكست. الانسيدنس طبعا ما عندناش في مصر ستادي تقول كام حاله كروشيت في السنه بتسجل، لكن بالاحصائيات العالميه في امريكا عندهم 25,000 حالة في السنة، هم 250 مليون، مسجلين 25,000 حالة نيو اي سي ال رابشر كل سنة. في الدنمارك قالوا 1 في 10,000، ناس بتلعب رياضة وبتجري على التلج وبتعمل مش عارف ايه. احنا بقى ناس بنلعب في الطين وننط على السقالات والسلالم بتاعتنا والشوارع مش مرصوفة، فالانسنس بتاعنا أنا بدعي إنه أعلى من الانسنس موجود في أوروبا، الناس هناك وحوش حمير ما شاء الله، يعني حاجة كده أجسام رياضية حاجة جميلة يعني. الانجري عندهم 30 كوشة أقل من عندنا، الكونديشنز السيفتي كونديشنز عندهم عالية، إحنا عندنا السلالم مكسرة، الشوارع مكسرة، العربيات مالهاش سلالم تطلع عليها، تنط من الميكروباص، تنط من الدفاع، المهم ليل ونهار ناس بتنط من على السقالات، فالكروشة أنا أعتقد الانجري اللي إحنا عندنا يوصل ل 50,000 حالة في السنة على البوبيوليشن بتاعنا. نيكست. الانجل بتاع الاي سي ال لازم يحصل روتيشن. كابتن لطيف كان يقول لك ايه، اول ما الجناح مش عارف يوصل عرضه يجري وهيشوط، خد بالك هيلف على رجله الثابته، هي اللفه دي اللي هتقطع الكروش. لازم يبقى فيه اكسترنال روتيشن او انترنال روتيشن مع ابدكشن او ابدكشن. يبقى مصطفى عبده على ايامه لما كان بيلعب جناح ايسر، عشان الدكتور كان مين بقى؟ هو كان بيلعب جناح ايمن فبيلف على الشمال، الثابته بتاعته الشمال، فلما يلف على الشمال هيدي اكسترنال روتيشن على الشوط باليمين، يرفع الكورنر بتاعه يلف على اليمين ويجيب شويه ابدكشن او ابدكشن يروح قاطع الميديا كولاترال والاسيال. طبعا ديفرنت ميكانكس في الانجل، لكن اشهرهم الابدكشن اكسترنال روتيشن، ابدكشن هايبر اكستنشن، واحد بقى في الملعب بتغاظ منك وتدايس على التيبيا بتاعتك او تدوس على الفيمر بتاعتك يطلع لك كروشت. نكست. ده الميكانيزم الانجل لازم يكون حاجتين كومبايند. البيت مش شغال برضه؟ طب اقول لك حاجه، اخرج على الديسك توب هتلاقي اس ال 2 شغال. ايوه اس ال تحت 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 بيزكس. هنا هنا شغال ايه؟ دي الحاجات اللي انا ما اعرفهاش. لا انا سايفها على يعني انا افتح اللاب. قلت لك يا صوت تبوظ. افتح اللاب. جاري ده جاري لغايه ما نقف عند بس دلوقتي عاوز افرجها لكم. ايوه ده الفيديو بتاع الانتر كومبايلر ريتش، الانتر كومبايلر ريتش والباي فوركيت ريتش. هنا البوك ده لاتر وول، شايفين في ريتش، ات سيمز ان في ريتش ترانزفيرس يقسم لور وابر، وفي ات سيمز ان في فيرتيكال ريتش، ات از هارد تو بي سين لكن ات سيمز انها موجوده. 190 درجه. وقلنا ان مش كل العيانين ومش ثابته لكنها موجوده للبيجينرز عشان يقدر يعرف اللاند ماركس اللي هيحط عليها البوينتس بتاعته. نكست. ده
ده الدايجنوزس الانتيريو كروشيال ليجامنت. بيجي العيان عاده بيبقى طالع من الملعب بتشال مش قادر يكمل الماتش, رجليه ورمه بتوجعه, ده الاكيوت ستيج اللي احنا هنقول عليه انه سمع هيرنج او فيلنج او هوب حاجه طلعت في ركبته ورمت اميديت هيماستروفس, عنده بيل مش قادر يدوس على رجليه, ويجي لك في الكرونيك ستيج بجيفنج واي, رجله بتفوت بتخونه جيفنج واي, خصوصا لما يكون نازل السلم او نازل على محضر, لان هو نازل التيبيا عاوز تطلع قدام والفيما عاوز يثبت مكانها, مفيش كروش يمنع الانتيوت ترانسليشن فالتيبيا تتخلق. فدايما السؤال وانت نازل السلم لازم امسك الدرابزين بتاع السلم وانا نازل. سام تايمز بيبقى عندهم لوكنج نتيجه منسكال انجري او لوس فراجمنت, سام تايمز بيبقى في ريكارنت افوجن احيانا في لوس بودي مع الاوستروكوندرال ليجنز او الافرجن انجري بتاع الاسيا. ده سيمبلي الدايجنوزس عشان الامتحانات وحالات الاسيا اللي بتنزل كتير قوي في الكلينيكال كيسز دلوقتي في الماجستير. الساينز بتاعتنا الثلاثه كاردينال ساينز, انتيريور دروور تيست, رجل العيان فليكس 90 درجه بتثبت الفوت وانت تقعد عليها, والني فليكس 90 درجه عن سوباين, شد التيبيا انتيريور وتقارن اليمين بالشمال, اللي ما يقارنش اليمين بالشمال يبقى فقط نص الامتحان ونص الدرجه, لان في ناس عندهم هايبر لاكسي وعندهم يو دونت نو الديفرنس بين اليمين والشمال الا ما تعمل مقارنه. اللاخمان تيست هو نفس الدروور تيست بس بيتعمل في 20 30 درجه. ليه ده بيتعمل في 90 وليه ده بيتعمل في 20؟ والجمله بتاعت اللاخمان از مور سبيسيفيك والدروور از مور سنسيتيف, يعني يكون عندك فصل عاوز تفحصه كروشيت 30 40 واحد عاوز تفحصه بسرعه, كلهم يقعدوا دروور بوزيشن تك تك تك, اللي يطلع بوزيتيف تتحوله للاخمان, لان اللاخمان تيست از مور سبيسيفيك. ليه بقى؟ لان انت في الوضع بتاع 20 30 درجه عارفين الباب بتاع الاوضه او المكتب لما تحطه ويدج حته خشب كده مثلث عشان تست ان الباب ما يتفتحش, المنسكس تلعب نفس الفانكشن بين التيبيا والفيمر. في وضع 90 درجه بتبقى عامله زي الويدج, تمنع ان التيبيا والفيمر يحصل ديسبليسمنت عليه. لو اتشال الويدج ده في 20 درجه تقدر تحس الانتيو بسوء ترانسليشن بسرعه. طبعا في ركب تخينه ما تعرفش تعمل بيها كلاسيك لاكمان, يعني اغلب الركب التخينه بتاعت الستات اللاكمان تستخدم رجليك او ركبتك عشان تعمل التيست كويس, دي بقى موديفيكيشنز اوف اللاكمان. نكست البيبو تشيف تيست هنقف عنده عشان ده بيصير كتير في الماجستير. انا هسيبكم تتفرجوا على الفيديو بتاع البيبو تشيف وبعدين نتكلم في الديتيلز كتير قوي عشان بنسال كتير في الامتحان. تعرف العين ده اللاترال سيرفيس, بصوا للتيبيا بيحصل لها ايه؟ تتخلع. شايفين الموفمنت اللي بتحصل بالتيبيا؟ نيجي بقى نعملها ساينتفك ورك ونتكلم. البيبوت شيفت البوزيشن بتاعك العين هي سوباين, الني فولي اكستندد, تعمل انترنال روتيشن وتحط الرجل في صدرك, تعمل دي اكزيال لودنج على الركبه, يبقى انت عامل اكزيال لودنج انترنال روتيشن, تبتدي تعمل فليكشن. يحصل ان التيبيا تبقى بره. لما تيجي تفرد الركبه تروح راجع على الورا, يبقى البيبوت شيفت بوست بيبوت شيفت تعريفه ايه في الكتاب؟ بوزيتيف ريلوكيشن, ترجع التيبيا في مكانها. طب احنا الوضع بتاعنا اللي احنا عملناه اكستنشن وانترنال روتيشن عملنا ايه؟ خلينا الانتيريور سوري الايليوتيبيال باند تتشد. لما بنعمل اكستنشن وانترنال روتيشن التيبيا بتخرج بره, اللاترال فيمورا التيبيا الخضراء عاوز يخرج بره الفيمورا مش كروشن, فيقوم الايليوتيبيال باند يتشد سكند ستريتش شد قوي. طيب مع الفليكشن حاجه من اثنين, الايليوتيبيال باند بتحط سكه من اثنين, يا يشد التيبيا يرجعها ورا عشان يعوض اللينس بتاعته لانه مش هيقدر يطول اكتر من كده, يا اما يتقطع الايليوتيبيال باند. الاسهل انه يشد التيبيا لان البوزيشن بتاعك ما يوصلش للتنسايز سترينث تقطع الايليوتيبيال, يروح شادد التيبيا لورا يردها يعملها ريدكشن, يبقى البوزيتيف بيبو شيفت از ا بوزيتيف ريلوكيشن. مش انت بتخلع, لا انت بتحطها في وضع تخلع التيبيا وتحاول تردها تاني لمكانها باستخدام الايليوتيبيال باند. طب شروط البيبو شيفت, رقم واحد انتاكت الايليوتيبيال باند هو اللي هيعمل الاكشن مش كده ولا ايه؟ رقم اثنين اي موفمنت جيركي موفمنت لازم ليها بيبوت, لازم ليها محور ارتكاز. فين محور ارتكاز هنا؟ الميديال كولاترال ليجمنت, هيلفوا حوالين الميديال كولاترال ليجمنت مش كده ولا ايه؟ احنا قلنا اللاترال تيبيا بتروح هيخلع بره هيلف على الميديال كولاترال. طب لو عيان عنده اس ال ميديال كولاترال بيبوت شيب بتاعه يبقى بتاعه ايه؟ فولس نيجاتيف مش كده؟ يطلع نيجاتيف. يبقى شروطك الميديال باند سليمه انتاكت ميديال كولاترال. الشرط الثالث وانت بتفحص فوق العمليات اندر انستيزيا تحطش تورنيكيه, لو رفعت التورنيكيه انت ثبت الايليوتيبيال باند مش كده؟ مش هتشتغل مش هتكونتراكت وتشد,
يبقى دي شروط الايه دي بالبنت انا وقفت عندها بالتفصيل عشان ده تيتشنج عشان اسئله الماجستير مفيش اسئله هتسال اكتر كده في البيوتشنج ميكس ازاي نشخص راديولوجي خلاص شخصنا كلينيكال ثلاثة كاردينال ساينس ستة سيمبتومز راديولوجي طبعا احنا كلنا ما شاء الله دلوقتي مصطفى مصطفى ام محمود وام علي عندهم المرض طبعا يجي العيان ركبته بتوجعه قبل ما تحط ايدك على رجليه وقبل ما تعمل له اشعه بلين تبعته يعمل ام ار اي وتش ذا كارثه في كل مقاييس الاي سي ال ممكن يكون ابالس من تيبيال سباين في حاجه اسمها لاترال سيجمنت ساين اللي هو حته الانترو لاترال كاستور دي ابالس مع الاي سي ال دي راديولوجيكال فاين ممكن تلاقي الاي سي ال ابالس بحته من الفيمر ده اسمها افالجن انجريز اوف اي سي ال الام ار اي هتلاقي السجتال فيو النوتش فيو اللي هو لما تبص له انت بتبص له النوتش يبقى فيرتيكال ده اسمها النوتش فيو بص على الاس ال تلاقي حاجه جريش كده مفيش اس ال يبقى ده تورن اس ال نكست اهميه البلين اكس راي في العيان ده ايه؟ شايفين هنا ده الميديال ابر سيرفيس بتاع التيبيا شايفين عنده اوستيوكوندروما العيان عنده اوستيوكوندروما على الابر ميديال تيبيا وانت داخل حضرتك تعمل اس ال كنت هستخدم السيمي تيبي جراسلس يعني معقوله تفتح السيمي تيبي جراسلس ما تبقاش عارف ان في اوستيوكوندروما قبلك عظمه تلاقي التندون تحتيها التندون حصل له ربشر من الاوستيوكوندروما فلازم البلين اكس راي بري اوبرت بلين اكس راي از هايلي انديكيتد مش كده؟ بتديك معلومات خطيره ده الام ار اي بتاع الاوستيوكوندروما على ميديال سيرفيس نكس الدايجنوزس ممكن تبقى انديبيت في الدايجنوست انتير كروشيت بالام ار اي يقول لك بارشال تير بارشال انترستيشن دي ساعات بتشوف العصايه من النص يقول لك سيجنال تو سبرين الجمله اللي شغاله في الام ار اي دلوقتي سبرين يسير يعني هو كلمه سبرين لاترال كلها تبقى كلمه يعني قطع الليجر مش كده سبرين جريد 1 2 3 فيها تير سبرين اس ال مقطوع ولا سليم يقول لك انا قلت له مجزوع هو وضميره انت وضميره جيبك فاضي هتعمل العيان جيبك مليان هتقول له تعالى لما افلس شويه لان العمليه كلها في الاول وفي الاخر بينك وبين ربنا المريض بيبقى غلبان في ايديك فيبقى الدايجنوز سام تايمز بنبقى ان ديبيت الدايجنوز بتاع الاس ال كلينيكال ساينس وسيمتوم ساعات تبقى العيان كلينيكالي فري وتخش بالارثروسكوبي تلاقي عنده تورن انتيوكروشن يبقى الارثروسكوب از ذا لاست ستيج تو دايجنوز اس ال اتش اتفقنا؟ دايجنوستيك المرحله دي وتحطه تلاقي لا ترافيو ولا مش اس ال نكست انا ماشي بسرعه مش كده؟ بس الحاجات اللي احنا قلناها كتير وانتوا عارفينها يعني مفيش حاجه كتير ازاي نعالج الاس ال اتش؟ ستيل لغايه النهارده في ناس بتتكلم عن كونزرفتيف تريتمنت اوف اس ال اتش كونزرفتيف تريتمنت يعني ايه؟ يعني بالعربي تزحلق العيان شويه دواء وتبعته على بتاع العلاج الطبيعي حل مشاكله مع العلاج الطبيعي ساعات تلبسه بريس ساعات ما تلبسوش بريس عشان نخلص حته الكونزرف تريتمنت الكونزرف تريتمنت ده موستلي انديكيتد لعيان نون فانكشن او نون اكتف وما عندوش سيمتومز اوف انستابيلتي او عيان عنده ارثرايتس يعني المصيبه السوداء اللي جبنا دلوقتي عيانين 55 سنه ارثريتك ني وعنده في اللي جايب لك الام ار اي او نخش عيال الام ار اي انا عندي قطع في الرباط الصليبي سنك كام 55 سنه المفروض كده بقى تسخن ايديك عشان تشتغل رباط صليبي خد بالك ان اللي عنده ارثريتك مالوش لازمه تعمله الاي سي ال خالص لو سالته شويه ما عندوش سيمتومز او ساينز اوف جيفنج واي طب حتى لو عنده سيمتومز او ساينز اوف جيفنج واي قال لي انت متخيل تعمل له اي سي ال هتحل له المشكله بتاعته هو بيشتكي من بينه بينه في ارثرايتس فتيك كير الناس الكبار بيخشوا لك بالام ار اي تقول له اعمل لي اكس راي بلين اكس راي عشان تشوف الارثرايتس والديجري وتكورليت كلينيكالي شكوه العيان مع اللي هتقدر تحققه له في وقت العمليه يبقى الكونزرف تريتمنت ليميتد لبعض الفئات من المجتمع مش ككل مش مفتوح لكل الناس. طيب السيرجيكال تريتمنت تقريبا يعني مش حد بيتكلم ان احنا نعمل اوبن اس سي ال ريكونستراكشن. لكن يعني حضرتك شغال في مصر في مستوصف السيده عائشه وبتشتغل بالمنظار والتلفزيون وقع على الارض اتكسر الكاميرا فصلت الواد قال لك اخ ده نسيت اجيب العدسه النهارده انتوا محتاجين عدسه في المنظار تعملوا بيها ايه؟ نسيت اجيب لك وايت سورس حاجات يعني كده كماليات احيانا بتظهر يعني في العمليات فانت مضطر تغرق ما بقاش خد انستيزيا وضربت نشط خدت الجراف مضطر تعمل اوبن انا بتكلم على ظروفنا في مصر طبعا الكلام ده لو اتقال بره تبقى فضيحه بالالوان يعني سكندال رهيب لكن انا بتكلم على الحقيقه اللي انا بسمعها من اخواتي الصغيرين او زمايلي انه يقول لك انا شغال امبارح الواد نسي يجيب لي العدسه بعد ما خدت الجراف ده اعمل ايه؟ كلمك في التليفون بالليل يقول لك اعمل ايه يا دكتور احمد؟ تعمل ايه يا نهار اسود؟ نسي يجيب لك العدسه رأس الشركه موجوده في الجيزه وانا شغال في الفيوم ونسي يجيب لي العدسه تعمل ايه؟ امرك لا مشرطك بقى خلاص هتعمل ايه؟ اتورطت مش كده ولا ايه؟
فطبعا الاوبن تقريبا ما حد بيتكلم عليه خالص الا في سبيشال سيتويشنز موجوده عندنا في مصر زي الكروسات كده والاوتوبيسات والتاكسيات في مصر. الارثروسكوبك تقريبا ذا ستاندرد تكنيك. ماشي؟ اي حد عنده سؤال وانا ماشي يوقفني لان في ساعات نقط بتهرب. الارثروسكوبك تكنيك ده تقريبا بقى الستاندرد بتاع الاي سي ال. مش حد بيعمل اي سي ال اللي هو اوبن. الستاندرد تكنيكس اللي بتتعمل نعمل ايه؟ نعمل سنجل تيبيال تانل سنجل فيمورال تانل. ده الكلاسيك بتاع الناس كلها من 2008 2000 اخر 2008 ابتدى يطلع الدبل باندر تو تانلز في التيبيا وتو تانلز في الفيمر سموها الدبل تانل. 2013 2012 السنه اللي فاتت طلع البيولوجيكال انهانسد اس ال في جرافت اوجمنتيشن شغال من 2009 او 2008 كلها ايتمز ان انت بتعمل طنل في التيبيا وطنل في الفيمر وبعد الجرافت بتاعك ايا كان بقى الاستخدام بتاعك عشان نسهل الامور. طيب الانديكيشن بتاع الريكونستراكشن عيان يانج واكتف عامل معمار رياضي واحد يروح مدرسته وكليته لازم تعمل له وبيشتكي من جيفنج واي ركبته بتخون ركبته سايبه هتستنى ايه تاني؟ لازم تعمل له حاجه مش كده ولا ايه؟ انا شفت مره عقيد في الجيش 40 سنه عنده اي سي ال كيف يعمل العمليه بس هو عشان خايف يعمل اس ال ورجله بتخون عمل ثلاث عمليات سيرجيكال نيك هيومرس وقع كسر سيرجيكال نيك هيومرس كسر كلافيكل وكسر لور اندريكس وجاي يقول لي انا مش عاوز اعمل اس ال بس شوف لي حاجه ثانيه اعملها لي غير الاس ال بس انا اتكسرت ثلاث مرات قلت له لما تيجي الرابعه تعالى نعمل لك الاس ال ان شاء الله. فسام تايمز الخوف من الجراحه بعض الناس عندهم فوبيا يقول لك انا شفت فلان عملها وما اتكسرش وبتاع الكلام ده فيعني نكست. السؤال اللي بعد كده في الاي سي ال سيرجري او تريتمنت نعمل ريكونستراكشن ولا تو ريبير؟ نخش نخيط التو اندز في بعض ونخلص ولا نعمل ريكونستراكشن يعني نستخدم انذر جرافت؟ الكلام ده اتجاوب عليه سنه 1960 قال لك ان الريبير ريزلت بتاعته وحشه قوي. ليه؟ لان خلايا الاي سي ال الباور بروليفريشن بتاعتها قدره على الانقسام ضعيف لو بروليفريشن باور ما بينقسمش السيرجري ما بينقسمش بسهوله عشان كده وجدوا ان 80% من الريبير بيفيل انليس انه افالجر طالع حته عظمه من الفيمر او تيجي ترجعها مكانها هو ده اللي الريبير اللي بيحصل. لكن انترا سابستنس فيمورال سوفت انجري عند الفيمورال اتاشمنت او تيجي اتاشمنت دونت تراي ريبير لانه ات ويل اندز ويز توتال فيلير. في بقى حاجات ثانيه عليه بنقول ريكونستراكشن عشان الدايركشن عشان الساينوفير في ليود بيمنع الكلوتنج و و الكلام كله يتحط بالاضافه للبروفيشن باور. نكست. انواع الجرافتس المستخدمه ايه؟ عندنا اوتو جرافت من نفس الركبه او من نفس العيان، في الو جرافت من البنك، وفي سنسيتيك جرافتس. اللي احنا شايفينه ده الباتيلا بتندم تكنيك بتاع الباتيلا بتندم كنا بنستخدمه عشان ناخد الجرافت بتاع الباتيلا بتندم. شروط الجرافت ان يكون قوته اديكويت. الموربيديتي لما تاخد الجرافت من الباتيلا بتندم ما تعملش مشكله للعيان في الاكسسور ميكانيزم. ما فيش ريسك اوف ديزيز ترانسميشن. سهل ان انت تاخده والتكاليف بتاعته قليله ويشبه الاي سي ال في الفسيولوجي وعنده القدره انه يهيل يعمل نيو اي سي ال. دي الشروط العامه لاي جرافت تستخدمه. فطبعا المصانع ما بتوقفش هو كل مره شهر باتيلا وكل مره شهر سيمتين هنعمل لكم احنا ارتفيشال جرافت نعمل لكم مش عارف ايه هنشوف الريزلت. نكست. الاوتوجرافس اللي موجوده حوالين الركبه لازم تعرفوا السورس اوتوجراف لما تقابل حاله ديسلوكيشن ايه الناس تبقى عارف السورس. اول واحد واشهرهم السيمي تي والجراسلس ادي اول جرافت الهامسترنج. نيكست باتيلا تندو سيرد كوادريسكس تندو فورس اليوتيبيال باند. يبقى دي المين جرافت تقدر تطلع اربعه جرافت حوالين ركبه العيان. نيكست. الاستادي دي اتعملت بفرانك نويس سنه 73 واتعادت بارتلت سنه 2001. الاستادي دي مهمه قوي. بتقول لك ان الاوريجنال اي سي ال قوته 2000 نيوتن. الدبل هامسترنج اللي هم الكوادرابل لوب بيعملوا 4000 نيوتن. يبقى لما تستخدم هامسترنج انت تشتغل ضعفين الاي سي ال. وده مطلوب. لو اشتغلت بالباتيلا بتندر يديك تقريبا ذا سيم ريزلت زي الاي سي ال. عشان كده الناس شفتت من الباتيلا للكوادرس للهامسترنج. الكوادرسيبس 2300 البي تي بي الو جرافت تقريبا الالو جرافت زيه الالو جرافت اللي بيتعقم بالراديشن اقل اقلهم.
أول يوم بعد ما تعمل ACL surgery الجراحت بتاعك اللي بتحطه بيبقى أقوى يوم للجراحت مش كده؟ بعد شهر الجراحت بيأخذ 20% من الاسترينس بتاعته ينزل 80% فلا أنت اشتغلت بالجراحت يساوي نفس قوة الجراحت الأصلاني بعد شهر ما تيجي تفك العياد البريس أو تخليه يمشي على رجليه هتجد أنت شغال على جراحت 80% من الوريجنال لكن أنت شغال بضعفين هتجد الجراحت بتاعك 300% بعد شهر مش كده ولا إيه؟ هيبقى ستيل اقوى من الاوريجنال ستيل بيأدي الطلبات اللي انت عايزها. نيكست. السنسيتك جرافت دي تاريخها من 1918 عمنا ادوين سميث جاب عيان وحاطط له حته سيركلاج واير بين التيبيا وفيمر قال لك هيز دوينج ويل بس العيان بعد كده الله يرحمه ثلاث اشهر مات وفيه. كل السنسيتك جرافت حصل له فيلم. السنسيتك جرافت عباره عن بولي استر باكرون نش كاربون فايبر اي نوع من انواع فايبرز الارتفيشال تحط في الركبه بتفيل ليه؟ ما بيحصلش عليها هي دي رقم واحد، رقم اثنين اللي بيحصل فول بودي رياكشن فاجوسيتيك فاجوسايتوزيس ومش عارف ايه، طبعا الوايدنينج بيحصل لوزنينج على الجراف. فالتو في الاخر ان السنسيتك جرافت عشان المصانع اللي عملتها ما تبطلهاش بتستخدم في الاوجمنتيشن يعمل بيها اوجمنتيشن للاسم. نكست. لما بناخد الباتيلا بتندر بنسيب مكانه بيهيل بايه مكانه؟ بيهيل بفايبرس تيشو، اكستنسف سكار فايبرس تيشو فالاكستنسف ميكانيزم بتاعك بيسيب كده زي ما هو. لما بتاخد الهامسترينج وجدوا في الام ار اي ستادي ان التندون بيريفورم افتر 1 يير على لونجر لينز، يرجع له تندون تاني على المصل الموجوده يرجع له تاني على لونجر لينز ودي ستادي منشوره سنه 1992 وتعادل 1999. نكست. الناس اللي سنة 2009 عملوا سيرفي وجدوا 71% من الجراحين بيستخدموا الباتيل الهامسترينج 21 تلت بيستخدم باتيلا تندون والتلتين بيشتغلوا بالهامسترينج. في استراليا وجدوا 96% بيشتغلوا بالاوتوجراف ما بيشتغلوش بالاوتوجراف غير 4% 73 منهم بيشتغلوا بالاي تي بي تلتين في استراليا والتلت بيشتغل بالهامسترينج. بعض المية نشر الألوغراف في أمريكا تقريبا الأوتوغراف تقريبا بتنزل سنة 2000 الكلام ده أعتقد اتغير دلوقتي وكله بيشتغل بالهامسترينج أو الأغلبية احنا وسعنا كل قاعدين هنا تقريبا كله شغال بالهامسترينج عشان الموربيديتي بتاع الدونر سايت أقل شوية. نكست. بيحصل إيه بعد ما تاخد الجراف تعمل تيبيا تانفي وبعدين تحطه في مكانه؟ بيحصل فول ستيجينج فور ذا جراف تو هيل. أول ما تحط الجراف خلال أول شهر يحصل synovial membrane يحول الجراف يسموه synovialization. بعد كده blood vessels طالعة من tibial tunnel وfemoral tunnel والsoft tissue اللي حوالينا يعمل revascularization. المرحلة التالتة vessels وsynovial membrane cellular remodulation خلايا تبتدي تتحط في الجراف بتاعك. آخر مرحلة تنتهي عند أربع أشهر اسمها ليجامنتايزيشن يتكون نيو ليجامنت يريبليس الجرافت القديم ويحط جرافت جديد اللي هو بيشبه الـ ACL الأوريجينال ACL. دي ستادي عملها عمنا أرنوفسكي هيستوباثولوجيكال ستادي. أرنوفسكي ده راجل قاعد يشتغلش غير ليجامنت هيستولوجي وهيستوباثولوجي طول النهار يدبح كلاب وقطط وفران ويشوف الباتيلر تندون ويشوف الهامسترينج ويشوف الفليكسور تندون ويشوف التيبيا. أي ستادي فيها هيستولوجي التندون هتلاقي ابونا ارنوفسكي نشر من 92 ونشر الكلام ده وياما ذبح قرود عشان يطلع الستيجز دي. نكست. السنجل اناتوميكال اسيال دلوقتي بنتكلم على اناتوميكال اسيال كونستراكشن. بنعمل طنل للتيبيا وطنل للفيما في الاناتوميكال سايتس ونعدي الجراحت بتاعها ونثبته. انا بحب اثبت بالانترفيرنس ده اكزامبل للسنجل اناتوميك اسيريك كونستراكشن. نكست. الدبل باندل هنا الريجس لو تاخد بالك الانتركوندايل ريج واضح في العيان ده هو يعني بص هنا الانتركوندايل ريج اللي بيقسم لور وابر والفيرتيكال ريج واضح يبقى مش كل عين زي بعض. دي التكنيك بتاع الدبل باندل اللي احنا بنحب نشتغل بيه. بنعمل التو تانلز بتوع الفيمر شال بونتا 6 وبنعمل انا بعمل سنجل تيبيال تانل ما بعملش دبل تيبيال تانل توفيرا للمصامير وذير از نو يعني ماي اوبينيون مفيش فرق بين التو تيبيال تانل والسنجل تيبيال تانل
وفي الاخر بنعدي الجي واحد مع الاكسبليكشن بتبقى هوريزونتال مع الاكستنشن بتبقى فيرتيكال. بحاول افرد ركبه عشان تخيلوا ان هم بقوا فيرتيكال تانلز فيبقى ده الايديال بليسمنت. وبثبت برضه الانترفينس كروز 5 مللي 4 مللي سبيشال ميد بمفك مخصوص. وده في الاخر الصوره بتاعت الجرافت بتاعك بتبقى موجوده طبق طبق. نيكست. في حاجه اسمها البيولوجيكال. البيولوجيكال سهله خالص. يبقى عندك تيبيال سايد ريمنانت بيقسموا الاي سي ال جرافت لاربعه زون. تيبيال واحد اللي بعديها 2 سم اللي بعديه 2 سم اللي بعديه 3 سم اللي في الفيما 4. فانت لو عندك 2 سم او 3 سم من الجرافت ريمنانت تقدر تستخدمها تعدي الجرافت. عيد الفيديو ده صح. تعدي الجرافت بتاعك اللي انت هتعمله جوه الاوريجينال جرافت بتاع الاي سي ال. فتخيل انت كده وفرت تقريبا من المشوار. بص الاوريجينال اي سي ال كل ده اوريجينال اي سي ال. بص الجرافت الثاني طالع من نصه تقريبا سنتي واحد الاكسبوز. فانت تقريبا وفرت ثلاث ارباع مشوار الهيلينج على الجرافت بتاعك. اوكي؟ دي البيولوجيكال. الاي سي ال اوجمنتيشن ساعات كتير قوي في المناظير داخلين العيانين نلاقي عنده الانتروميديال باندل تورن والبوستولاترال ده انتاك. فيعني العيان بيبقى كويري في كل حاجه، كويري في الانستابيليتي، كويري في الاكزامينيشن. انا بخلص يا باشا. كويري في كل حاجه. فبنضطر نعمل له اوجمنتيشن. بناخد الكراسلس 6 مللي وننشقها فوق البوسترولاترال بحيث ان احنا متخيلين ان احنا بنديله مور ستابيليتي اند مور فيكسيشن عشان يبقى كويس وعشان تبقى الامور ماشيه بالسكه الطبيعيه. نكست. بنواجه دلوقتي حالات الاي سي ال ريفيجن. عيان عمل اي سي ال وفيل بنضطر نعيد الاي سي ال ريفيجن. بناخد كرافت الركبه الثانيه عشان نتغلب على المشكله اللي عندنا. نفس الستبس بس ربنا يعينك في التانلز. لو كانت واسعه شويه او كانت الدنيا وسعت مننا وباظت مننا هتضطر تعمل جرافت. هتضطر ما تعملش جرافت. لو التانلز في باد بوزيشن يبقى حظك هتقدر تاخد الايديال بوزيشن. فده الريفيجن دلوقتي بقى ماتر اوف ديبيت بس مش عاوز اخش في التفاصيل اكتر من اللازم. نكست. الانتر كونفايلر نوتش في الستيج بتاع الاي سي ال كونستراكشن كنا بنقول عايزين نوتش بلاستي. بنشيل حته من الاتش بتاعه عشان نوسع الفيو عشان ابقى واقف اكتر واشوف البوستيرو. ده بيبقى لنا نوتش ببرايمنت اند نوتش اند نوتش بلاستي. نيكست. سام تايمز تقابل حاجات لذيذه قوي في العين بتوعك. تلاقي عنده اوستيوفايت طالع لك في اللاترال وول اللاترال سيرفيس بتاع الميديا سيرفيس بتاع اللاترال فيما كونفايل. عنده اوستيوفايت او اوستيوفايروما فهنا غصب عنك مش هيبقى نوتش ريفايلنت. هتبقى نوتش بلاستي عشان تشيل الاوستيوفايت دي عشان تقدر تحط الجرافت وتشوف كويس. في حاجات ساعات بتبقى انترستنج وانت شغال. نكست. الايزومتري اوف ذا ليجامنت يعني ايه ليجامنت ايزومتري؟ يعني ليجامنت لا يطول ولا يقصر اثناء الفانكشن بتاعته مع الفليكشن والاكستنشن. دي اسمها ليجامنت ايزومتري ثابت في الطول. ازاي تحقق ليجامنت ايزومتري؟ ان انت لو حطيت الليجامنت بتاعك قدام انتيرو في الفيمورال تانل هيبقى تايت مع الفليكشن. لو حطيته ورا هيبقى تايت في الاكستنشن. يحصل ليجر تايت في اكستنشن فليكشن يفيل بسرعه. نيكست. طب نعمل ايه؟ نعمل الليجامنت اناتوميكال. نحطه في الاناتوميكال سايز بتاعه. وانا بحب اعمل التنشن بالزيرو ديجري علشان يبقى تايت في الاكستنشن. وهو الليجامنت اس يبقى تايت في الاكستنشن. لما بيتني بيبقى لاكس ان فليكشن. ده تقريبا ناس كتير بتحب البوزيشن ده. في ناس بتقول 10 درجات فليكشن. في ناس بتقول 30 درجه فليكشن عشان اخد مور تايتنس في الاكستنشن. كلها ماتر اوف ديبيت. وفي الاخر كل واحد بيلعب باللي يجيب بيه كويس. نيكست. التنشننج في مدرسه دلوقتي يقول لك ايه عدي الجرافت عشان عيني يتني ويفرد بسرعه خليه يريح كده مرخرخ شويه هو هيفرد بالوقت. مفيش حاجه لو اتحط اندر تنشن هيفضل اندر تنشن يعني هيفضل بوست بيبو شيف بوست الاخمن بوست الدروع. لو حط اوفر تنشن هيبقى اوفر تنشن ليميتد رينج ومور. البيست اللي انت تحطه من البيست تنشن تكنيك. نكست. الفيكسيشن في ديفرنت ميثودز فيكسيشنز. انا شخصيا بنقول ان الايديال فيكسيشن ان انت تبقى نير ذا سيرفيس اوف ذا جوينت ناحيه السيرفيس بتاع التيبيا ناحيه السيرفيس بتاع الفيمر. كل ما تكون نير ذا سيرفيس كل ما تكون مور باورفول فيكسيشن. الحاجه الثانيه تستخدم ماتيريال ذات دونت انترفير مع التانل هيلينج. الحاجة الثالثة ان السكرو بتاعك او الماتيريال اللي انت بتستخدمها بتديك enough precise strength to keep الجرافت بتاعك. نيكست. في بقى ناس بتستخدم الانترفيرنس سكروز. في ناس بتستخدم سوتشرز وباتونز اندو باتونز. عيب الاندو باتونز الوحيد انها بتبقى fixation away from the joint surface. نيكست. في ناس
هنتكلم على الاسئله كلها. لازم نبقى عارفين بعض العيانين بتوع الباسكت بلايرز والناس اللي بيشتغلوا في الجوامع وبيصلوا كتير وبتاع، لما تيجي تاخد باتيلر تندون جراف بيضايقوا في سجود الصلاه، يعني تبقى 100 لاين، لما تاخد سي تي بيبقى احسن لي. نكست، الناس بتوع الكوره لعيبه الكوره بيقول لك عنده قطع في عضلات الضمه غالبا بيبقى عامل ربشه في الهامسترنج، فتيجي كتير لما تيجي تفحص الهامسترنج تتاكد انها انتاكت، الكوتش فيها ربشه، عشان تيجي تاخد الجراف ما تتفاجئش مفاجات غير سهله. ما عندناش حاجه كتير. في بقى حاجات اللي هي اليونج او الادوليسنت كونستراكشن، جبنا اطفال دلوقتي رياضيين 8 سنين 9 سنين و12 سنه فعملنا منندر سنه 2006 او 2008 عمل تكنيك اسمه فايزيال ستيرنج اسيل كونستراكشن، يعمل اسيل كونستراكشن بيعود بدون ما يعدي الجرافت على الفايزيال كروس بليت، يجيب الجرافت من اوتسايد ذا تيبيا تحت الترانزفيرس ريسك ليجن تنزله قدام التيبيا ويخيط في البريوستيا وفوق يحط اوفر ذا توب ويخيط في البريوستيا، ما يخرمش في الفايزيال بليت خالص. في ناس كتير دلوقتي بتتكلم ان انت لو حتى لو خرمت الفايزيال بليت ببونطه 6 او 7 دازنت ماتر، بس تحط سيني تي ما تحطش حاجه بونج بلوك في الفايزيال بليت علشان ما يحصلش ستوب للهيلينج، زي السوبرا كونفايلر البو تحط 2 تي واير في الضيعين، قال لك لغايه 20% من السيرفس اريا بتاع الكروس بليت بيرميتابل انت تحط فيها جرافت وتخرمها ما يحصلش افكشن للكروس ولا يحصل فيروس ولا فيروس انستابيل. ده اللاست تشينج اللي حصل في البيدياتريك اس اي كونستراكشن. نكست، البوست اوبرتيفز عندنا اهداف ان العيان تعمل له بين كونتور في الفيرست ويك، تخليه الوجع بتاعه يقل بتاع الجراحه، ان ياخد فول رينج اوف موشن، ان يعمل ايرلي ويت بيرنج يمشي على رجليه بسرعه، ريستور البروبوسيبشن بالبروبوسيبتيف اكسرسايز، المسل باور بروبوسيبتيف والهامسترنج ريستور، يرجع للبري انجن ليفل على خلال 6 اشهر. نكست، انا اعتقد ان انا غطيت التوبيك هذا يعني از ماتش از اي كود. اي اسئله اي حاجه؟ الكونتراكتنج باور ده لو حضرتك مش معروف عندنا سيزيا وحاطط تورنيكي على ركبته يبقى انت ستوبنج الايري كيبيال من هنا. محمود عبد الوهاب هنا. حد عايز يسال اي سؤال؟ دكتور احمد. قول يا احمد يا حبيبي. علي صوتك يا انا ما عملتش سكند لوكاسكوبي لعين لغايه دلوقتي، لكن عندي ام ار اي فول اب كومبليت ليجامنتايزيشن افتر 6 ويكس. بين الاوريجنال اس سي ال والستامبنج. هو زي ما الاستاذ دكتور احمد سعيد قال ان لو انا عندي حته فيها زي البريبوستيا سكريننج او حاجه يعني حته بتتيجي عاوز ابص حته البودي ستامب بريزرفيشن اسمه دي بتاعت النقطه دي. حد عايز يسال دكتور احمد؟ قول يا دكتور. علي صوتك يا ابني تعالى على الميكروفون يعني. ولا سيبوند ولا ايه؟ بكريل؟ كويس السؤال. هو الهدف من الخياطه ايه؟ بس نرجع للبيزكس. احنا اتكلمنا على الاس اس بتاع معرفه الفانكشنز. وات از وات از يور ايم تو سوتشر ذا جراف؟ البريبريشن بتاعك ليه بتخيط؟ عشان ايه؟ عشان اشده واطلعه الناحيه الثانيه. كويس. طب انا ممكن اشده من غير ما اخيطه. ليه بخيط حروف الجراف؟ كان في سلايد على فكره فيها البريبريشن، كان عليها الترابيزه البريبريشن كيت ولا فاكر ده. التنشن يبقى اول اراوند على الجرافز هو الهدف من الخياطه نصيب غير ان انت تعمل سموث ان عشان تعدي في التانل. دي رقم واحد. رقم اثنين لما تحط انترفيرنس سكروز بتشتغل انترفيرنس سكروز المسمار بتاعك بيقطع في الجرافيكس فيبقى في حاجه خيط يبقى مور بروتكشن عشان تدي ايكوال تنشن للفور سترينز والاربعه مشدودين على حروف الخيوط ما يبقاش واحد مشدود والثاني اللي جنبه مش مشدود. تقدر تكنترول الاربعه بالشده بتاعتك لكن it does not matter و it does not interfere with any step. تخيط بكريم تخيط بحرير تخيط بسيبون there is no difference.
الكلاسيك بتاعنا اسي بوند نمرة 2. في ناس بتشتغل بنمرة 5، في ناس بتشتغل ببكريل، بس الحاجة اللي انا هحذرك منها ان البكريل sometimes بيعمل مور جوانت افيوجن، لان البكريل بيتحلل على 21 يوم خصوصا لو سايبه في الانترا ارتيكولار ليفل، حتى لو البكريل باينه بيعمل لك شويه تريبيت شويه بيرزيستنت افيوجن في الفولو اب بتاعه، لكن ملوش اي تاثير تاني. بالنسبه يعني انا معلش يعني عشان زي ما الدكتور احمد قال لك الحاجات السعيده اللي بتحصل في العمليات، انا بفضل ان يبقى نتعامل البريبريشن في التو اند في التابوند عشان اذا حصل لك تانل بلو اوت لو اي حاجه تشد عليه تربطه على سطور ووتر بار. يعني احنا بنشد فيه اذا البوزيشن بتاعك كويس وانت مطمن لنفسك سواء الانفيرنس وات ايفر دي اهلا وسهلا. انما افرض لا قدر الله حصل لك فيلير لاي حاجه، يبقى الجرافت اللي انت ابتديتها دي في ناحيه منها كده، لو الفيورال سايد ضحيت بيه انما تيجي سايد نفسه كويس تقدر تسحب الجرافت كلها تاني وتعمل ايه؟ بريبريشن للاذر ستامب وتنفذها. فلازم يبقى عندك حاجه يكون عندك بلان بي لو حصل لك اي كومبليكيشن. لا شك ان الديتا بوند لو هو كارت على الكيمياء وكده بيعمل رياكشن وكده بيجري. الدكتور طارق اتكلم